السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل كحك العيد، هنعمل الكحك الدايب زي بتاع المحلات، وهنعمله بطريقة زمان بطريقة جميلة جدا. معايا كيلو من الدقيق، وإن حبيتي تضعفي تزودي المقادير، هي المقادير بس هتضعفي الكمية، يعني بدل كيلو ممكن تخليها كيلو ونص أو 2 كيلو زي ما تحبي. أول حاجة خالص معايا شوب طويل زي كده، معايا ربعه او فوق الربع شوية مية، واحط عليه معلقتين من السكر او معلقة ونص من السكر، السكر العادي بتاع الشاي كده، معلقة ونص، واحط بالظبط معلقة خميرة، هو تقريبا الكيس بالظبط معلقة، اهو بصوا الكيس معلقة. هنقلبه بقى مع السكر كده، عشان ما ينفعش الخميرة من غير سكر، مش هتتفاعل خالص، لازم السكر مع الخميرة عشان تتفاعل، هو السكر اللي بيخليها تتفاعل، ماشي. ولازم تعمليها شوب، انا ليه عملتها شوب كده مش الكوباية، المج العادي، عشان خاطر الخميرة بتفور وتعلى. نيجي بقى للمكونات اللي هتتحط على الدقيق. الدقيق طبعا يكون منخول، ولازم يكون متعدد الاغراض، يا اما مخصص لعمل الكحك والبسكوت، اتفقنا؟ انما الدقيق العادي بتاع البيتزا والدقيق بتاع المعجنات ده مش هينفع خالص في وصفتنا. هنحط قد ايه؟ هنحط معلقه من معلقه الشاي ريحه الكحك، حطينا معلقه من معلقه الشاي ريحه الكحك بس مليانه، هنحط ذره ملح كده، هنحط 3 معالق سكر بودر من معلقة الشاي، لو معلقة الأكل يبقى معلقتين، معلقة الشاي بردك بيكنج بودر بس معلقة ممسوحة مش مليان. شفتوا بقى اللبن البودر؟ هنحط منه معلقة بس، معلقة هرمية من معلقة الشاي، هيديلك طعم جميل جدا للكحك ولون كمان. معلقة او معلقة ونص كده، هحط معلقتين سمسم، هقلب بقى المقادير كلها ببعض كده، طبعا السمنة تكون سخنة، ماشي، نقلب كده. بصوا بقى، عايزاه كحك دايب وناعم خالص، هيبقى الكيلو هياخد معاكي 550 جرام من السمنة، عايزاه كحك عادي في سنة قرشة كده يبقى 500 جرام، يعني نص كيلو من السمنة، عايزاه دايب هيبقى نص كيلو و50 جرام من السمنة. بصوا السمنة سخنة اهي، ننزل بيها كده، اهم نقطة بقى في السمنة خالص، بس اهم حاجة نقلبه كده عشان السمنة لسه سخنة خالص. بصي انا بدخله الاول كده في قلب السمنة، انا لسه ما بسيتش، ماشي، بدخل بس ايه دي في السمنة كلها كده، ونبتدي بقى نبسه. بص احنا عملنا الخميرة في الاول ليه؟ عشان الخميرة لازم تفضل بتاع 1/3 ساعة لحد ما تتفاعل وتترفع خالص، وهنشوفها مع بعض. نيجي بقى لمرحلة البس، شفتي كفوف ايدك كده وتنزلي بالدقيق على بعضه كده، شايفين كده؟ لازم الدقيق كله يتشرب من السمنة، لو ما كانتش الدقيق مليانة من السمنة وداخلة السمنة كلها فيها كده، مش هتطلع معاكي دايبة، ولا هيطلع زي بتاع زمان، ولا هيعيش معاكي فترة طويلة. لو انتي هتعملي كمية بسيطة ممكن تعمليه على البارد، انما السمنة السخنة دي طريقة زمان، وكمان بيعيش فترة طويلة، لو عملتي منه كمية 5 كيلو هتعملي 10 كيلو، ده بيخلي الكحكاية تعيش معاكي فترة طويلة. ما بص بصي هبسيه على المرحلة دي لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، ما تزهقيش، عشان خاطر هي دي مرحلة البس عشان تخلي الكحكاية دايبة، اتفقنا؟ ربع ساعة كده هبس الكحك كله وارجع لكم تاني.
بصوا، ما كانتش العجينة وانتي بتبسيها طرية كده، انا زودتها 50 جرام سمنة تاني، يعني هتاخد منك 0.5 كيلو و50 جرام من السمنة عشان يطلع الكحك دايب معاكي. شايفين كده؟ هو ده البس. بصوا، ممكن البس على كفوف الايد او البس كده، بس اهم حاجة نخليها كلها تشرب من السمنة لحد ما تبقى طرية بالطريقة دي كده. شايفين كده؟ بصوا طرية خالص. نحط بقى الخميرة بتاعتنا، وتعرفي الخميرة ناجحة من الايه؟ من الفوران اللي انت هتشوفيه دلوقتي. شايفين كده؟ بصوا كده الخميرة ناجحة معانا. شايفين؟ اهم حاجة عشان الكحك، يعني ممكن نعمل كل الخطوات دي مظبوط ويرجع الكحك ينشف معانا. بينشف ليه بقى؟ لان بعد ما بتحطي الخميرة بتعجني، لا بيتلم بس لحد ما العجينة تشرب الخميرة كلها. شايفين كده؟ ما بيتعجنش، بلم بس. شايفين كده؟ هتحسوا انها نشفت عن مكان الطرية وهي في السمنة، وهي في السمنة كانت طرية، لما بتحطي بقى الخميرة بتبتدي تنشف. ده شيء طبيعي ما فيهوش مشاكل خالص. اهم حاجة ما تزوديش مية ولا لبن ولا اي حاجة عن الكمية اللي احنا حطيناها، فوق الربع كوباية مية على معلقة ونص سكر على معلقة خميرة. هي ابتدت اهي، هنلمها خلاص. وطبعا الكحك ما بيتخمرش، لو خمرتيه الرسمة بتاعته بتروح. هتديها بتاع 4 معالق مية، لو لقيتيها شققت معاكي هي طبيعي بتكون ناشفة، العجينة ناشفة، لكن ما نجيش نعمل العجينة كده ونلاقيها كلها مشققة. بصي ما شاء الله صباعي بيغرس فيها وما بتشققش معايا خالص. هركنها بقى ترتاح 4 دقايق او 5 دقايق كده، هركنها ترتاح 5 دقايق ونعمل بقى الملبن والعجوة مع بعض. معايا ملبن ومعايا عجوة، هعمل شوية بالملبن وشوية بالعجوة وشوية سادة. حط عليهم كده معلقة من السمسم، معلقة سمنة هنا ومعلقة سمنة هنا. بصوا همسك بقى العجوة اعملها كده ببعض، هتلاقيها اول ما تحطي السمنة فيها هتلاقيها ابتدت تطرى معاكي خالص. بصوا عجنتها كده اهو، بردك بنفس الطريقة الملبن، تاخدي حتة على قد حجم الكحكاية. اتفقنا؟ بصوا بنفس الطريقة كده. شايفين كده؟ وبين ايديكي كده كور اهو. هعمل بقى العجوة ونرجع نعمل الملبن. بصوا عملت العجوة كده، نعمل بقى الملبن نفس طريقة العجوة بالظبط كده، تاخدي على قد حجم الكحكاية وتلفي كده، هتعمل معاكي كورة بردك بنفس الطريقة. بصوا عملت الملبن والعجوة كده، لو انت عايزة تعمليه بقى بالملبن والعجوة هتعمليه كمية اكبر من كده شوية، لكن انا هعمل 3 حاجات، هعمل بالملبن وبالعجوة وسادة. اتفقنا؟ نجيب بقى، بس اهم حاجة تكوني مغطية العجين، ما تخليهوش مش متغطي عشان هينشف معاكي. الصاج بتاعنا مش مدهون ولا اي حاجة، الكحك بيبقى فيه كمية دهون مش محتاج يعني ندهن الصاج كمان كده. نعملها حفرة كده نحط فيها العجوية كده ونقفل عليها، نتأكد ان العجين قفل على العجوة كويس، ونعملها كورة بنفس الطريقة كده.
هحطها برضك جنبيها، بس نسيب مسافة عشان فيها خميرة وبيكنج باودر هترتفع شوية. هكمل بقى الصاج كله على النظام ده زي ما احنا شفناه كده، ونرجع بقى نبصمه بالبصام. بصوا بنفس الطريقة كده، ونسيب مسافة كمان عشان البصامة وعشان فيه خميرة وبيكنج باودر. نضغط بقى كده، شايفين كده؟ بصوا بقى هندخله الفرن، والفرن يكون سخن من الأول على درجة حرارة 180 على الرف الوسط، ياخد اللون الذهبي من تحت، وبعد كده بنولع عليه الشواية ياخد لون ذهبي خفيف خالص. أهم حاجة تكوني واقفة جنبه وانت مولعة الشواية عشان ما يتحرقش، اتفقنا؟ هحطه في الفرن دلوقتي زي ما اتفقنا ربع ساعة ونرجع نبص عليه. بصوا خلص ده الصاج الأولاني، ده اللي بالبصامة بس مش باينة قوي. بصوا بقى اللي اتعمل بالشوكة جميل جدا وما راحتش بعد التسوية، فعايزة تعمليه بالشوكة بتجيب الشوكة تمشيها كده لحد ما تعمل لك الخطوط دي. بصي شكل البصامة بالظبط، بس والله العظيم دي شوكة. جيب لكم واحدة تاني اهي بالشوكة برضه، بتجيبي الشوكة وتمشي عليها كده تعملي خطوط كده. لو عندك بقى المنقاش، المنقاش بتبقى الرسمة بتاعته بارزة بعد التسوية، والشوكة بردك بصوا ما شاء الله جميلة جدا، لكن البصامة بتروح شوية، هي زهرة بس خفيف مش قوي. شوف بقى التسوية، بصوا بصوا ما شاء الله من فوق ومن تحت. بصي بقى الحشو، بصي عامل ازاي، بصي بقى الدوبان بتاعه، بصوا ما شاء الله، بصي بصي دايب ازاي. اعمليه بالخطوات، واهم حاجة زي ما شفنا اهم حاجة في المقادير بتاعتنا، لازم وانتي بتبسي الكحك يكون العجينة بتاعتك مع السمنة طرية خالص. حباه ناشف يبقى نخلي السمنة 500 جرام. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.